إذا ذكرتم حبيبي شو فؤادي يطيب حس غيب الهنايا اسكب علينا سكيب بالله يا من حضر شلوا بذكر الحبيب الذكر خمر الأكابر للعنب والزبيب بالله يا من حضر شلوا بذكر الحبيب الذكر خمر الأكابر للعنب والزبيب ذكره دواء كل ذاكر وهو مسك وطيب يقرب به ذاكره يصبح من الله ذكره دواء كل ذاكر وهو مسك وطيب يقرب به ذاكر يصبح من الله قريب ومن تعلق بحبل المصطفى ما يخيب جعش من قد تعلق به لذيذ نبي على هود سيدي توب That's where he is نبي الله في سجدة يا لها سجدة بموقف مهيب حبيبي يا أحمد حبيبة السميع هيا بهم ما نرافق ركب
ربي شانه غريب. الله الله يا الله 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 يا الله. These are the steps. He said to the maqam, Abdul Latif, that the Hudi was chased by his people. So they were running after him. That's why he fell over there. And you see the antique, the stone. Did they kill him? No. The stone divided into two and they gave him the stone. You see the antique. This is the new extension. مجيب بالمصطفى وأهل بيته وبمن له صحيب صلي عليهم وسلم ما سجى عن دليل. بالمصطفى وأهل بيته وبمن له صحيب صلي عليهم وسلم ما سجى عن دليل. ذكرتم حبيبي شوف وادي يطيب حس غيث الهنايا اسكب علينا سكيب. بالله يا من حضر شلو بذكر الحبيب الذكر خمر الاكابر للعنب والزبيب. من حضر شلو بذكر الذكر خمر الأكابر للعنب والزبيب. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار طه الحبيب. الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على المختار السلام عليك يا رسول الله.